السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة الليلة، وفيها انطلاق التحضيرات لكلاسيكو قصر السلام. بالسوق يقولون صارت مال، وبالملعب يقولون هارد لك، وبين السوق والملعب أكو قرار محكمة وصفارة قاضي. ترد الطعن بالجلسة الأولى وتعلن عن انتصار جديد لسيناريو الأغلبية. لهذا مقتدى الصدر بعد قليل قال القوى الإطار هارد لك، والباب مفتوح لمن نحسن الظن به، وبالتالي الأمور متجهة للمحطة التالية، وهي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. الجلسة اللي آخر موعد دستوري لانعقادها هو يوم 8/2، بس الأغلبية المترهية بدأت تشتغل من اليوم، ومنا اليوم عقدها راح يشتد الجدل القانوني حول نصابها. هل تعقد بأغلبية الثلثين حسب ما تنص المادة 70؟ لو ممكن تعقد بنصاب الأغلبية المطلقة اللي هي 166 صوت حسب المادة 59. بعدها نروح للمعركة أو للسوق ونشوف منو يشتري ومنو يبيع. لهذا البارتي واليكتي من يومين كل واحد منهم فتح غرفة عمليات خاصة، قياداتهم ونوابهم ومستشاريهم ونشطائهم حلوا بيارغهم وخلوا خرايطهم. اليكتي ببيت المرشح برهم صالح، والبارتي بمقر كاك مسعود بالخضراء. المسافة مو هواي بعيدة بين الغرفتين، بس الفرق شاسع بالإمكانيات وفرص التأهل لمونديال قصر السلام. البارتي مستند على تحالف رباعي صلد، هو نفسه اللي فوز الحلبوسي والزاملي وكاكا شاخوان، واللي اليوم المحكمة انطت جائزة أفضل لاعب. بينما اليكتي معتمد على مهاراته الفردية ونتائج الفرق الأخرى، ومصيره معلق بأقدام لاعبي الإطار التنسيقي اللي ما معروف لحد الآن وين راح يتجه. يقاطع الجلسة، يشارك بيها، هادي العامل وربعه يروحون ويا الأغلبية لو ما يكسرون بالمالكي. كل هاي المعطيات تخلينا نقول إنه حظوظ زيباري أقوى من حظوظ برهم صالح، بس خلونا ما ننسى قدرة برهم صالح ومن خلفه اليكتي واللي سووه ب 2018 لحد الآن على البال. لكن الأكيد إنه التصعيد بين الحزبين قادم خلال الأيام القريبة القادمة، تصعيد راح تتأثر به كردستان أكثر من دار السلام، تصعيد يجوز يسرق ابتسامة زيباري وهو يدخل قصر السلام ويردد تمت الصفقة وصارت مال. أرحب بكم مرة ثانية وناقش هذا الملف مع السيد محسن السعدون، عضو مجلس النواب العراقي السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومن السليمانية مع عضو مجلس النواب الحالي عن اليكتي أو الاتحاد الوطني الكردستاني آسو فريدون. وبعد قليل أيضا ينضم لي دكتور عقيل عباس الباحث في الشأن السياسي. حياكم الله ضيوف الكرام. أرد أبدو ياك وأقول لو مو أغلبية خاف كفختوهم للجماعة ثلاث كفخات، فزتوا بالانتخابات وصادقت النتائج وشكلتوا رئاسة، واليوم أيضا المحكمة أعلنت مصداقية وشرعيات الجلسة الأولى، الإطار بكل نوابه وقواه راح يصوتون الكاكبر، اليكتي راح يصوت الكاكبر. طبعا بعد الجولة الأولى الجيل الجديد وامتداد يصوتون الكاكبر، عدد غير قليل من المستقلين يصوتون الكاكبر، وخلي أزيدك من الشعر بيت 4-5 نواب من التيار الصدري يصوتون الكاكبر.
وبحدود 14 نائب من الكتلة السنية يسقطون كأكبر. فلا تفرحون بأغلبيتكم. ابتداء احنا تحياتنا لك ولضيوفك الكرام وللأخوة المشاهدين. هو بالتأكيد العملية الديمقراطية لا تعتمد بالشكل العام والرؤية العامة على التحالفات وعلى التوقعات، ولكن هي انتخابات، والانتخابات في ضمن إطار البرلمان العراقي مثلا. وخلال تجاربنا أعتقد الصورة تكون قريبة للتحالفات اللي كان لها تجربة قريبة قبل حوالي أسبوعين أو أكثر. نفس الأشخاص اللي موجودين، النواب اللي كانوا موجودين والتحالف اللي كان موجود، أفرز بأنه السيد رئيس البرلمان أكثر من 200 صوت، والنائب الآخر 183، النائب الأول و180، نفس الأشخاص ما تغير شيء. لا قيستي على الأصوات، 180 مال كاك شخوان هنا، لا تقيسي على 200 مال السيد الحلبوش. لا احنا بالنسبة يعني غير معادلة، قيس على 180. احنا بالنسبة يعني اكو 4، يعني اكو إمكانية انه هاي 180 تنكسر. يعني احنا بالنسبة لنا عندما كان من يكون عندنا مرشح والمرشح لرئاسة الجمهورية ومن أرقى أو أعلى المناصب السيادية الموجودة في البلد، احنا نخوض هذه التجربة الديمقراطية ونعمل مع كل حلفائنا وأصدقائنا في البرلمان بغض النظر عن الحسابات اللي نكتبها. داك محسن، داك محسن. الإطار وقواه ناوي تعاقب البارتي وتعاقب كاك مسعود على ذهابه بالأغلبية وشق الصف الشيعي بانتخاب دكتور برهم صالح، تخيل، وطابين للجلسة يردون ينتخبوه كل قوى. احنا يعني الحضور راح يصير ايضا بحدود 325 نائب حضور الجلسه. احنا بالنسبه لنا كخطواتنا من البدايه ووصولنا الى هذه المرحله مع حليفنا اللي يكون ان شاء الله تكون موجودين بالاتحاد الوطني، بدينا من كردستان اذا انجينا قبل الجلسه بيوم واحد، قبل الجلسه بدون أن يكون أن نعمل شيء هو مخالف لهذه التحالفات، هذا احنا متأكدين منه. ما يحصل الآن واحنا نتمناه، وكل السيد رئيس مسعود البرزاني لا يريد يعني يكون هناك أي انشقاق لا بين السنة ولا بين الشيعة، وخاصة بين الشيعة ومقتدى والإطار. احنا بالنسبة لنا أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب على كل تحشون بهذا الحكي، لكن خطواتكم الواقعية يعني واضحة باتجاه أستاذ. أنت من يعني الأقدم الإعلاميين الموجودين، إحنا مع الأخوة في التيار الصدري ترى قبل الانتخابات بست أشهر كان لنا علاقات بأنه توجهات متقاربة، مرتبين الأمور، وما بس مرتبين الأمور، هذه انتخاب ما نعرف الإفرازات الانتخابات شلون كانت تصير. كان لنا لقاءات وتنظيماتنا الانتخابية متقاربة بأنه إحنا من زمان دا نحصل نتائج على ضوء العملية الانتخابية اللي نقوم بها، وجهات نظر كانت كلش قريبة. صرنا بالانتخابات الاستحقاقات الانتخابية. هسا بعض الإخوان يعني من الإطار أو من الآخرين يقول أنتوا ليش استعجلتوا بالأمور؟ أخي استحقاق انتخابي، استحقاق دستوري، البرلمان، المحكمة الاتحادية. بس عوفنا موضوع الاستحقاق الدستوري، لا اتفاقية أربيل 2010 وين صارت؟ صارت بأربيل ورعاها كاك مسعود والبارتي زين. وذيك الاتفاقية ضربت الدستور عرض الحائط، هسه من صارت أغلبية لا أنا أحكي لك لازم ليش وصلنا هاي المرحلة اللي إحنا هسا تقول انتظرتوا. كنا متحكمين بالتوقيتات الدستورية، المحكمة الاتحادية صوتت صادقت رئيس الجمهورية خلال 15 يوم الجلسة الأولى، ذهبنا إلى الجلسة الأولى، لا نقدر نتأخر عن الجلسة الأولى ولا تتأجل الجلسة الأولى. جيد، ما دام التزمين ايش بالدستور التزموا بالنصاب. احنا بالنسبة النصاب 220
نصاب الجلسة؟ لا لا أخي لا. نصاب جلسة انتخاب الرئيس 220؟ لا أخي شوف، احنا خلا انت تحشي مع واحد قانوني. لا بس انت رئيس لجنة قانونية. لا لا بس اقول لك نائب رئيس يعني أنا بالنسبة لي من 2005 من كتابة الدستور إلى حد 2018 بالبرلمان وبالانتخابات وانتخابات رئيس الجمهورية، المادة 59 صريحة جدا. وهذه المادة ثابتة جدا بأنه تعقد جلسات مجلس جلسة بالأغلبية الموجودة. زين، والفقرة الثانية تتخذ هاي تخص هاي المادة، ما أرد أجادلك قانونيا ودستوريا، أنا مو فقيه دستوري، بس هاي المادة تخص جلسات مجلس النواب الاعتيادية، مو جلسات خاصة محددة بالمادة 70. ليش بتذكر لي المادة 70؟ بس أقول لك مادة 70 أولا، مادة 70 أولا شو تقول؟ اللي يذهب هذا يتم انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين. بس تسمح لي أستاذ بالجولة الأولى، إن ما ثانيا إذا ما حصل بأغلبية الثلثين ما صار رئيس جمهورية، يتم ليش اللجوء إلى الأغلبية البسيطة. ليش الأغلبية الثلثين بس بمناسبة رئيس الجمهورية موجودة بالدستور؟ ما المحكمة الاتحادية ما تنعقد إلا بالثلثين، ما مجلس الاتحاد ما ينعقد إلا بالثلثين. زين، وهذا صار تفسير وتعديل عليه، وأنا أعتقد المحكمة الاتحادية ألغت هذا التفسير بالثلثين إذا يكون لازم يكون الثلثين موجودين. هذا التفسير الأخير. بس أنا ليش أريد أدخل بهذا الجدل؟ نعم، يعني هذا الجدل هذا راح يستمر الحين عقد الجلسة أخي، لأن أكو شيء مهم حاسبين حسابه، أكو ثلث معطل إذا استندنا على 220 الإطار واليكتي وبعض النواب الآخرين يسحبون، ما راح يصير عندنا رئيس نهائيا. النصاب نصف زايد واحد من صار الدستور العراقي لحد الآن، وهذا هذا الصيغة ما تتغير، يكمل النصاب ويفتح باب الترشيح، وعند ذلك أكو مرحلتين. جاي، المرحلة الأولى بالثلثين للانتخاب رئيس الجمهورية. وينهم الثلثين؟ هنا السؤال، المرحلة الأولى وينهم الثلثين؟ على كل ما موجودين الثلثين، ما تحققت المادة. ما أريد أخلص الحلقة بهذا الجدل، خليني أروح الكاكاسو وبعدين نرجع. زين كاكاسو، المفروض تباركون الكاكوشار، أمره محسوم عدديا، محسوم أغلبية، محسوم. هذا إن لم طبعا راح يقاطع اليكتي لحفظ ماء الوجه، يقول لك شكو فايت بهالمعمعة، أنا خسران. زين، وكذلك الإطار أيضا سيقاطع الجلسة، جلسة انتخاب الرئيس. إذا ما صفى أموره يا السيد، ويمكن كانها ما تصفى. على شنو داخلين ومدخلين كردستان بهالمعمعة؟ خل دكتور برهم ينسحب لصالح هذه الأغلبية الدستورية اللي تملك العدد الكافي من المقاعد، وتمرر يعني كاكوشار بأغلبية 150-160 صوت مقابل العشرينات الثلاثينات الدكتور برهم. والدكتور برهم رمز كبير، رئيس جمهورية، ليش نكسر هالكسرة هاي؟ ما يسمعني؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ أحمد. الصوت كلش بعيد ولا أسمع. تفضل علوا لي الصوت بالاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ أحمد، تحية طيبة لك ولمشاهديك الأفاضل الأكارم ولضيفك الكريم. ابتداء طبعا احنا كنا نتأمل انه المصلحة العامة في اقليم كردستان تتغلب على القرار السياسي، وان يتمخض اللقاء السياسي بين السيد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني السيد بافل الطالباني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود البارزاني عن اتفاق سياسي يؤدي إلى اختيار مرشح واحد نذهب به إلى قبة البرلمان، ونطلب من إخواننا الأعزاء في المكونات الباقية والأحزاب والكتل السياسية للتصويت لهذا المرشح. لكن الآن بعد ما أن حسم الطرفين اختيارهما وقرروا بالذهاب إلى مرشحين، فإن الدكتور برهم صالح حسم أمره في داخل اجتماع القيادة كالمرشح وحيد للاتحاد الوطني الكردستاني. طبعا هذا لم يتم على أساس المحاصصة بل وعلى أساس المقبولية الوطنية.
ولهذا سنذهب ونجتهد لكي نمكن السيد برهم صالح من الوصول إلى مين راح تجيبون أغلبية؟ شو راح تقدرون تواجهون بالدوزر الأغلبية الموجود حاليا الواثق من عدد مقاعده؟ يعني غير واحد يحكي بالمنطق حساب عرب وكرد، يعني هاي مو بس حساب عرب، واضحة مقاعد الجماعة طالعين جول. ليش تورطون دكتور برهم بشعرك؟ عرب وكرد اثنيناتن. اي اولا احنا طبعا الاتحاد الوطني نفتخر انه منذ 2003 منذ ترشيح الرئاسات احنا اتينا بناس قياديين رؤساء وليسوا مرؤوسين مؤمنين بوحدة العراق، ساهموا في الضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووطنه وسلامة أراضيه. وطبعا احنا نؤمن انه كل الكتل، طبعا نؤمن انه منصب رئيس الجمهورية هو منصب الكل، هو منصب عراقي خالص. الرئيس سواء كان رئيس البرلمان، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو شخصية عراقية يمثل العراقيين في المحافل الدولية والسياسية الداخلية والخارجية. ولهذا نتجه بأملنا ونتأمل من كل الكتل السياسية الموجودة في البرلمان التي تمثل جماهيرها على الشارع العراقي أن تتحكم بمنطق مصيركم مو بيدكم، بالمصلحة الوطنية العامة. كاكاسو مصيركم مو بيدكم، مصيركم بيد الآخرين، مصيركم بيد الإطار. إذا ما يدخل الإطار وياكم وكل الإطار، إذا مو حتى المعارضة الكردستانية الجيل الجديد، حتى امتداد، حتى المستقلين، إذا ما يوقفون وياكم ما تقدرون. الجماعة بلوك واحد، كتلة صلدة تصل يعني أقل تقدير أتليست 180 نائب. كاك أحمد، طبعا بالتأكيد أنا أرجع إلى كلامي وأكد على كلامك أنه هذا المنصب منصب عراقي. يعني حتى إذا تم الاتفاق على مرشح واحد بين الاتحاد الوطني وبين الحزب الديمقراطي، فإحنا بالتالي نحتاج إلى أصوات المكونات الأخرى للتصويت لهذا الشخص، مثلما ما نحتاج نحن إلى صوت الإطار التنسيقي والأصوات الأخرى. حتى نحن نأمل أنه هنالك أصوات داخل التيار الصدري سوف تصوت لنا وللسيد برهم صالح. احنا ايش حد اللي بالكتله الصدريه وداخل الكتله الصدريه وينت صوت الكاك برهم؟ القصقوصه تجي طايره من الحمامه. سماحه السيد مقتدى الصدر انسان، شخص وطني، شخصيه وطنيه عراقيه، وهذا ينعكس على نوابه داخل قبه البرلمان الذين سيتحكمون بتاريخ الحزبين ومواقفهم السياسيه. مثلما ارجع الى كلامك، نحن نعتمد على الاطار وغير الاطار وامتداد واشراقه كانون والاتحاد الاسلامي والمستقلين وكل الوطنيين وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني. لن يتمكن بوحده من حصل الاصوات، هو كذلك يحتاج الى اصوات الكتل النيابية والأحزاب السياسية الأخرى. فبالتالي مثلما ما نحن نحتاج إلى الأصوات، المقابل يحتاج إلى أصوات كذلك، والطرفين سيذهبون بالسعي لإنجاح مرشحهم داخل قبة البرلمان. هذا اللي حكيتك يا كاك ناصر، هاي القدرة اللي موجودة عند اليكتي، قدرة مثل قدرته بال 2018 هم كان عندكم اتفاق وتحالف صلد والبناء موعدكم وراح ننتخب دكتور فؤاد حسين وغيره. اجى دكتور برهم نزع الشاكيت قلب الردن هيجي افتر بالمجلس النواب وقبلها تحركات اخرى واخرى واخرى، ولولا باخر كان ايضا عندهم داخل مجلس النواب ايضا هسه صالحوا كانوا زعلانين عليه وراجع وقاعد هسه بالقصر يشتغل زين. فإمكانية الإطاحة بكاك هوشار موجودة، لا تنامون بالعسل. ومثل ما قال لك حتى نواب داخل التيار الصدر راح يصوتوا. بس خلي أتكلم لك على 2018. احنا بالنسبة لنا أنا كنت مع فؤاد حسين
من ضمن الوفد اللي كان موجود في بغداد. زي. كون على ثقة. احنا كنا نجتمع نزور رؤساء الكتل، بس من كنا نجتمع نعرف بأنه السيد المالكي يرحب بينا والعامري يرحب بينا وكل الأطراف السياسية، ولكن نعرف بأنه داخل مجلس النواب احنا بالنسبة لنا يجب، واحنا أعلننا بأنه يا الاتحاد الوطني يا أخوان احنا عندنا آلية اللي انتخب بها فؤاد معصوم عندما اختاروا نواب الكرد، قالوا هذا مرشحنا قبل ما نروح للبرلمان، خلي نرجع لهذه الآلية ما قبله. كل انت تدري ساعة بالثلاثة يوم الانتخابات برهم الدكتور برهم صالح واللي صار، احنا كنا بدار الضيافة، جاء استاذ سيد بافل الطالباني فات على كاك نيتشيرفان، قعدوا نص ساعة استاذ نيتشيرفان قال طلع قال يابا ترى برهم انسحب. احنا بالنسبة لنا يعني تأكد لنا بأنه هو مسحوب، هيئنا كل أمر، حتى هيئنا العشاء باعتبار احنا فايزين. بعد ساعة تغير الأمر، احنا في وقتها سيد الرئيس يعني بيّن بأنه يجب احنا ننسحب، لأنه هذا صار نوع من تغيرت الموازين هما قالوا لنا وتغيروا. إذن القضية الآن قضية ثأرية؟ لا مو ثأرية، لا لا, لا قضية ثأرية تجاسحون بمستقبل كردستان، بمستقبل من أجل كسر اليكتي وكسر السوق. مستحيل. قضية ثأرية على اللي صار في 2018. شوف فاز أستاذ برهم كلنا باركنا له، وهم مع ذلك كل هذه الأمور من صار انتخاب رئيس الإقليم مرة ثانية الأخوان في الاتحاد الوطني ما أعطوا الأصوات الكاك نيتشيرفان، بس مع ذلك بقى الحكومة تقريم كردستان وبقى علاقاتنا مع الاتحاد الوطني. هذا ما يأخر يا أخي، إحنا خلي أحكي لك يعني الوضع مختلف. لا الوضع مختلف، حتى مختلف تكون تماماً. الصورة واضحة أمام كل الشعب العراقي. منصب رئيس الجمهورية للمكون الكردي مو مخصص، يعني لازم نعدل الدستور بهالحالة ونقول يابا مثل برلمان الدستور اللبناني، نعدل الدستور ونقول منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني خلاص ما حد يجي. ما يصير يجي. احنا بالنسبة لنا هذا المنصب لكل المكون الكردي ولكل شخص. هسا المرشحين مالك بمستقلين بمن الجيل الجديد، منصب برمزية لليكتي صار له 16 درب ليكتي. أوضح لك الأمر، الاجتماع اللي أشار لك كاك أسوق، الاجتماع المهم اللي كاك بافل من راح لكاك مسعود، اجتماع كان نوعا ما شوي عاصف. زين كاك مسعود شمنطي تعال تشتري وزارات بالحكومة، تعال أخذ يا بافل. حتى النائب الثاني قال له بدل لك إياه واخذوه، تحياتنا للكاك شاخوان. زين تعال بس المحافظة ما منطيها رئاسة الإقليم بالانتخابات شهر التاسع، رئاسة الإقليم أيضا لكم، وكاك بافر رافض. هذا يدلل على رمزية الرئاسة عند الاتحاد. بس جابركم أخي رمزية الرئاسة ما يجوز، ترى ما يجوز. يعني إحنا الآن بالعراق هي صارت بأنه بالتوافق الرئيس الإقليم رئيس البرلمان للسنة والمادة 76 دائما تطلع الأخوة الشيعة بأنهم رئيس الوزراء، والمتفق بالتوافق صاير رئيس جمهورية كردي. ترى هذه الموازنة لازم تتغير في يوم من الأيام، ما يصير ثابتة. احنا بالنسبة لنا من 2004 إلى 2014 عشر سنوات تحالف كردستاني، احنا كتلة واحدة في احنا والاتحاد في البرلمان، ونختار المناصب اللي في كردستان أو كنا. بعد 2014 التحالف انتهى، الانتخابات أصبح الاتحاد الوطني انتخاباته في إقليم كردستان وفي بغداد يعني لوحده. احنا بالنسبة لنا أيضا بال 2014 إلى 2018 من صاروا اثنين من عندهم، وصار هنا بهالمكان صار انتخاب واختار فؤاد معصوم اللي صار من الاتحاد. بعد هذه المرحلة أصبح النتائج الانتخابات تغيرت، المراحل السياسية اختلفت، يعني لا يجوز أن يكون اسم رئيس الجمهورية لحزب معين في كردستان الشعب الكردي ما يقبل، الشارع طيب. الكردي ما يقبل طيب. يعني ما يجوز. يعني شنو المناسبة كاكاسو ما هو خياركم؟ يعني
لازم تحددون خياركم من الآن، أنه في حالة دخولكم إلى جلسة انتخاب الرئيس وخسارة مرشحكم دكتور برهام صالح، ما لكم حق تنفذون تهديد كاك بافل سأنسحب من العملية السياسية من بغداد ومن إقليم كردستان إذا ما الرئاسة تروح الدكتور برهام. من تدخلون انتخابات بعد ما لكم حق تنفذون هذا التهديد. كاك أحمد شكرا. طبعا أولا إحنا تربط الأحزاب السياسية في الآتية من الإقليم، خاصة الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، التزامات وأعراف. الالتزامات السياسية تتعلق بالحقوق الدستورية لمواطني الإقليم في العراق، وهذا كلنا متفقين عليه، يعني مهما كان الاختلاف على منصب رئيس الجمهورية والاختلافات الثانية، فإحنا متحدين في المصالح العامة التي تتعلق بالحقوق الدستورية في العراق. والثانية الأعراف السياسية، منذ 2006 منصبي رئيس الجمهورية ورئاسة الإقليم مقابل واحدة مقابل الأخرى. رئاسة الإقليم كانت للأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئاسة الجمهورية في للاتحاد الوطني الكردستاني. هذا أولا، فهذا يعني عرف سياسي مثل ما هو العرف السياسي موجود بالنسبة للرئاسات الثلاث. ثانيا، احنا ما كنا نفضل أن نكون جزء، احنا دائما كنا جزء من الحل، وما كنا نفضل أن نكون جزء من الخلاف. مع الأسف احنا مو بس هسه احنا جزء من الخلاف السياسي داخل البيت الشيعي وطرف منا، والآن احنا حتى في خلاف سياسي مع بعضنا داخل الإقليم. اكو مبدأ، يعني اكو خلافات، صح الحزبين السياسيين لهم تحالفات، اكو قضايا مشتركة وهنالك خلافات. واحدة من الخلافات الأساسية هي الرؤية، الرؤية بالنسبة الرؤية للحزب الديمقراطي. احكي لي عن ردة فعلكم أكثر وحزب كاكاسو، احكي لي عن ردة فعلكم في حالة قول في حالة خسارة دكتور برهام أو في حالة مقاطعتكم للجلسة، لأن هذا احتمال وارد. شو ردة فعلكم؟ أولاً طبعاً أولاً هي المادة 70 هي اللي القرارات الأساسية تؤخذ على المادة 70. أنتوا دخلتوا في هذا جدل ولهذا لا أريد أن أدخل به، لكن نصاب الجلسة هو بثلثين عدد النواب. إحنا ما حاطين يعني احتمال الخسارة في الحسبان. لا ما جماعة متراهين من غيركم بالمناسبة جادلنا احنا حول نصاب الجلسة، بس جماعة الأغلبية من غيركم متراهين على تحقيق النصاب حتى إذا كان 220 نائب. كان جلسة انتخاب ورا خروجكم عندهم 227، فمتراهين يسوون نصاب. بس تحدثت لي عن ردود الفعل والتهديدات الواضحة من كاك بافل في حالة خسارة المنصب لصالح البارتي. هدد تهديدات واضحة، هذا راح تنفذ التهديدات لو لا؟ اولا اذا تحقق النصاب، فيا اهلا وسهلا، يعني شكوا بها. هذا يذهبون الى داخل الجلسة وينتخبون على اساس النصاب الثلثين. هذا اذا فاحنا ما يعني ماذا عمل على التعطيل، لكن هو العمل انه ندخل ونتامل ونعول على الأصوات الوطنية في داخل كل الكتل وإيماننا قوي. ما حاسبين حساب خسارة والله كاك أحمد، يعني صراحة إحنا جايين نفوز يعني. وطبعا لكل طرف عند خلينا نناقش سيناريو المقاطعة، شنو طبيعة ردة الفعل؟ هذا السؤال المهم، خاصة بعد تهديدات كاك بافل. إدارتين بعد ما تعترفون بحكومة كاك مشرور تنسحبون من بغداد، يعني ما لكم أي منصب ببغداد، مقاطعة العملية السياسية في كردستان وفي بغداد. كاك أحمد ممكن أنت تطيني شوية بس فترة فضل. يعني فضل. باعتبار يعني بعيد عنك يعني من أنت في القلب. شوف أخي العزيز، إحنا لا أنت بالقلب أكيد أكيد أنت في القلب أخي العزيز كاك أحمد. إحنا طبعا شوف احنا التجربه الان هي متمخضه ونتيجه تشرين البطله وتضحياتها، تمخضت عنها ثلاث نتائج: حكومه جديده، نظام انتخابي جديد، وانتخابات مبكره اتت بهذه النتائج.
ايش رادت الجماهير بتشرين؟ الجماهير بتشرين رادت عراق مستقر سياسيا، مستقر اقتصاديا، وحياة شريفة كريمة للمواطن العراقي. هل اللي دي يحدث في الخلاف رادت تغيير وجوه؟ هل هو في صالح رادت تغيير وجوه تشرين؟ رجعنا الحلبوسي وانتم تردون ترجعون دكتور برهام او سيد مصطفى الكاظمي اقوى المرشحين للعوده للدوره الثانيه، سوى التشرين. يعني هو التشرين ما كانت على 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 الاشخاص، التشرين كانت على كل العمليه السياسيه، والان كل العمليه السياسيه مهدده، ترى العمليه السياسيه كلها مهدده استاذ احمد ابو قسوه. زين، اذا احنا ترى هذا الفوز لازم الانسان يكون ذو نظره يعني بعيده، وتكون المصلحه العامه في يعني ماخوذه بنظر الاعتبار. ترى اذا نمشي بهالوضعيه مو نحكي لك على الاقليم، حتى في داخل العراق ترى اي حكومه ما تستمر اكثر من سنه، وهذا الكل يتوقع. احنا جيد، يا ريت لو تبقى بس على الحكومه كاكاسو. خليني اروح للدكتور عقيل عباس، انضم لي الان عبر سكايب من واشنطن، واشوف شلون دي يراقب المشهد الكردي تحديدا والمشهد بصورة عامة، يعني خاصة بعد خطاب الصدر اليوم الواضح والانتصار الآخر اليوم اللي بقرار القضائي. أكو هذا انتصار رغم أنه القرار القضائي لكو انتصار سياسي لجماعة الأغلبية، بس بنفس الوقت قبل ساعة للصواريخ يوقعن بقضاء القرمة مسقط رأس سيد محمد الحلبوسي، ورايح الأمور. شكرا على هذه الاستضافة، والتحية لك ولضيفيك ولجمهورك الكريم. أنا أعتقد يعني تشرين أنتجت لحظة مهمة ستؤثر على انتخابات رئيس الجمهورية، كما أثرت في الانتخابات في أكتوبر في 10 أكتوبر، وكما ستؤثر أيضا على اختيار رئيس الوزراء. يعني أنا أعتقد صفقة حزبية كصفقات ما قبل تشرين لاختيار رئيس الجمهورية لن تنجح، بمعنى نحن هنا بإزاء خيارين، يعني الخيار قدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني يعني يخالف الاتفاقات الكردية، وهي أنه رئاسة الجمهورية تذهب إلى الاتحاد الوطني، فيما رئاسة الإقليم تذهب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذه المعادلة خرقت في 2018 وحصلت الانتخابات التي حدثت، نعرف ظروفها، وفاز فيها السيد برهم صالح رغم ضغوط قائلة وقوية، دخلت فيها حتى الولايات المتحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى اللحظة الأخيرة من أجل أن يسحب دكتور برهم صالح ترشيحه، ولم يحدث، وانتخبه النواب على أساس قراراتهم الشخصية، خرجوا خالفوا قرارات زعماء الأحزاب، زعماء أحزابهم أو كتلهم النيابية، لأن القرار زعماء الأحزاب كان بالذهاب مع. وشنو اللي يمنع تكرار هذا السيناريو؟ أنا أحاجج أنه هذا السيناريو أكثر احتمالاً أن يحدث في ظل تشرين. ومعنى تشرين يعني الدكتور برهم صالح حقيقة دوره يعني بعد بدء تشرين، احتجاجات تشرين، يعني كان دورا وطنيا وعراقيا. عندما وقف ضد عمليات القتل كل النخبة السياسية العراقية الرسمية، من رئيس الوزراء إلى رئيس زعيم رئيس الأمن الوطني، الزعماء السياسيين خرجوا في حينها وقالوا هذه مؤامرة وعلينا أن نتصدى لها، وخرج برهم صالح في حينها في موقف شجاع وقال يعني هؤلاء ليسوا متآمرين، ينبغي عدم قتلهم، وقتلتهم ينبغي أن يقدموا للمحاكمة، وقاد حقيقة في تلك الساعات الصعبة، في تلك الأيام الصعبة، يعني قاد عملية سياسية مختلفة بعد أن غادر السيد عادل عبد المهدي، أدت إلى أنه يأتي السيد مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء، بمعنى ما قام به رئيس الجمهورية في حينه، وهذا كان للمصلحة الوطنية العراقية، قدم له مرشحون ينتمون للمنظومة القديمة التي خرجت تشرين ضدها، وكان بإمكان الرجل لو هو فعلا جزء من هذه المنظومة التقليدية أن يقبل بأي واحد منهم، رفضهم جميعا، يعني نعرف القصة، هدد في حينها، هدد جيد هذا السرد التاريخي
لمواقف دكتور برهام جيد، ما حد ينكره، لكن شو نسوي؟ هاي نتائج الانتخابات وهذه التحالفات السياسية وهذه الأغلبية اللي أنا أسميها بلدوزر طالعة قبل. لكن هذه الأغلبية السياسية القادمة تقول إنها تأخذ بنظر الاعتبار تشرين ومخرجات تشرين ورغبة المجتمع في أن تتغير السياسة. أنا أعتقد إن تمت الانتخابات رئاسة الجمهورية في البرلمان بالانتخابات علنية وليست سرية، لأنه رئيس الجلسة هو الذي يقرر علنية الانتخابات من سريتها، بمعنى أننا نعرف من يصوت لمن. أعتقد الأغلبية سيحصل عليها السيد برهم صالح، صعب الدفاع عن السيد يعني برفع الأيدي لأسباب سياسية مفهومة. برفع الأيدي إيدة تنقص النائب اللي من البارتي اللي صوت، إيدة تنقص اللي من الكتلة الصدرية ويصوت الكاك برهم. صدق تحكي ده برفع الأيدي خلاص محسومة 100% الكاكوشر. لا أنا أعتقد تذهب بالاتجاه الآخر. زين. الاتجاه الآخر. هؤلاء النواب فازوا بأصواتهم بجهدهم وليسوا بزعماء أحزابهم. طبعا الديمقراط الكردستاني سيصوت ضد السيد برهم صالح، هذا يعني هذا منطقي ومعقول، لكن أنا أعتقد أكو اعتبارات وطنية بدأت تدخل وستؤثر على عملية الانتخاب. جيد. هذه جيد. استنادا على قناعتكم أستاذ محسن أنه إحنا فايزين ومترهين وأغلبيتنا جاية وماخذة رئاسة الجمهورية الكاكوشر، حاسبين حساب للتداعيات، شون تقدرون تعيدون السلطة والنفوذ على كردستان؟ شلون تقدرون تصلحون الشرخ الكبير اللي راح يصير بينكم وبين اليكتي؟ حاسبين حساب التداعيات مثل جماعة يعني جماعة الإطار وسيد مقتدى الصدر. مقتدى الصدر حاسب حساب التداعيات، يبدو حاسبها، أنتم حاسبيها حساب التداعيات؟ احنا بالنسبة لنا الخطوات اللي احنا بادين بيها اولا هي ضمن الاطار الديمقراطي الموجود والنظام الاتحادي والدستور العراقي ونتائج الانتخابات. ثانيا احنا بالنسبه لنا مثل ما اللي نعرف احنا مرشحنا هو مرشح التغيير اللي كان يطالب به تشرين، يعني يجب ان يكون يجب ان تتغير. كاكوشار مرشح اللي طالب بتشرين؟ لا بس أقول لك لا من مطلع بس لا تسمح تشرين رافعة شعار كل الفساد ومرشحكم أقيل بسبب ملفات فساد. أولاً ملفات أستاذ فساد بالله أستاذ خلي أعلق لك على هذا الموضوع. أولاً الإقالة مو إدانة، إقالة في مجلس النواب لأي مسؤول هو مو إدانة، وإنما تترتب على هذه القرارات أمور سياسية. أنا كنت موجود في كل شيء، وأكثر من واحد أستاذ خالد العبيدي كان وزير أقال، هسا انتخب الانتخابات وفاز. هذا الإقالة اللي يحكون عليها هذه مو إقالة سياسية، جلسة موجودة وانت اطلع عليها، هاي الجلسة اللي كانت من ساعة 11 معارك داخل البرلمان الى ساعة 4 وماكو خمسة قاعدين، والقرار كان سياسي مو قرار إقالة بالنسبة للسيد رئيس سيد وزير المالية استاذ هشام. ما عليه قضايا بالمحاكم هسه؟ ولا قضية ما عليه بالمحكمة ولا قضية من أقيل بتهم الفساد، ما راحت ملفات الفساد لهيئة النزاهة؟ مستحيل. أنا أقول لك الإقالة كانت سياسية، والإقالة هي مو معناتها إدانة بالمفهوم العام وهذا المفهوم الدستوري. ارجع لي على قضية التداعيات. التداعيات احنا بالنسبة لنا خطواتنا ومرشحنا تجربته السياسية البرلمانية 10 سنوات كأنجح وزير خارجية، كل الأطراف السياسية اللي هو كان وزير خارجية مبروك عليه. من هسه أقول لك مبروك. لا قصدي هو نفس الشخص رئيس جمهورية العراق، هو نفس الشخص مبروك. لا 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 كاكوشار رئيس جمهورية العراق القادم. نقطة السطر تداعياتها على اقليم كردستان تحديدا. تداعياتها جيلي. احنا بالنسبه لنا ما مسوين شيء مخالف للاطار العام، لانه هم بدوا بهذا الشيء احنا ما نبدي به. احنا بالنسبه للسيد مقتدى الصدر واغلبيته اللي انتم جزء منها، من هسه انتخبتوا هيئه رئاسه برلمان وباشر تنتخبوا رئيس جمهوريه وراح تكلفوا رئيس وزراء، مسوين شيء مخالف للقانون والدستور؟ لا والله. بس عمي عندنا واقع، الواقع عندنا واقع. احنا عندنا صواريخ توقع بالقرمه، عندنا طيارات مسيره تروح اربيل، وعندنا كاك بافل قال
أطلع من العملية السياسية. العملية السياسية مستعدين تتنازلون على نصف كردستان؟ عن نصف كردستان مستعدين؟ العملية السياسية في كردستان تمضي بديمقراطية وانتخابات، وموجود البرلمان، وهذا الكلام مو السياسيين يقررون، الشارع الكردي يقرر. ثانياً، حتى الأخوة في كل المحافظات، سليمانية وكركوك ونص أربيل، ما كنت خابت. أنا أقول لك، ما أتصور لحزب عريق أن يضحي بكل مكاسبه في كردستان لأجل شخص. يعني ما معقولة يعني واحد يترك العملية السياسية في كردستان ويضحي بكل علاقاته وموقعه كحزب اتحاد وطني على مود برهم. يعني ما معقولة، يعني والله ما معقولة. يعني هل معقولة؟ معقولة؟ يعني هذا السؤال. احترامنا لفخامة الرئيس دكتور برهم صالح، بس يعني خليه يصير واقعي، خلوه ينسحب، تداعياته كلش كبيرة. فاحنا خلي جاوب. نعم. تفضل. يعني احنا بالنسبة لنا ماضين بعملية سياسية انتخابية، مرشحنا من المكون الكردي لهذا المنصب هو مخصص للقومية أو للمكون الكردي، نرشح ضمن الإطار الموجود في الدستور العراقي وفي البرلمان العراقي. والتداعيات احنا بالنسبة لنا ساحة مفتوحة، وهم انتخابات في إقليم كردستان، بس احنا بالنسبة لنا نعتبر بأنه هذا المنصب يجب أن يكون يتنافس عليه أي واحد كردي له القابلية أن يصل إلى هذا المرحلة. احموا كردستان من تداعيات بإقناع دكتور برهم بالانسحاب، وكردستان أنتوا شركاء أساسيين، وهناك مناصب في بغداد أيضا ممكن القبول بها، وعندكم مرشح آخر موجود اسمه الدكتور لطيف رشيد، وتمضي الأمور. والله ما أعرف، يعني ماكو تداعيات كاك احمد، احنا خلاص نقعد نصفون وعادي. راس الاقليم هم للاخوان بالحزب الديمقراطي والوزارات وكله، واحنا نقعد نباوع. شكو بيه؟ ايش راح تسوون؟ يعني اخي المساله اكبر ابو قسوه، ترى المساله اكبر، الاستاذ محسن يعرف، المساله مساله تاريخيه. هذا يعني هاي علاقة تاريخية تربط الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وتتخلل اتفاقات سياسية وخلافات وصراعات وحتى اقتتال داخلي. الخلاف مبدئي موجود حتى بالنظرة والرؤية العراقية. احنا نظرتنا ورؤيتنا عراقية أكثر، ونظرة الإخوان في الحزب الديمقراطي قومية أكثر، وطبعا هذا يشرف الجميع، لكن وهذا يبدأ من أيام جبهة جود وجوقد يعني. ولهذا هذا أكو خلافات جوهرية، لكن بالأساس بعد إحنا 2091 أكو علاقة تتعلق بمصلحة الإقليم، هذا الإقليم اللي حافظ على أمنه واستقراره. الاتحاد الوطني الكردستاني بقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ضحى إذا مو بقده، إذا مو أكثر على الأقل بقد الحزب الديمقراطي الكردستاني في الدفاع عن كركوك، في الدفاع عن باقي الإقليم، في المسائل القومية والمصالح الأساسية لإقليم كردستان في العراق وداخل الإقليم وإلى آخره. يعني ولهذا يربط الحزبين يعني مصالح، ويربط الحزبين يعني الشارع. حضرت ضيفك الكريم الأستاذ محسن نوه بالشارع الكردي، الشارع الكردي في السليمانية كما هو في أربيل له وزن وثقل وجماهيرية. مسائل المقاعد والانتخابات نحترمها جدا، وأنا مؤمن بها كشخص، إحنا مؤمنين بالديمقراطية وبممارستها، لكن كذلك هنالك عمق. لا تنسى أكو عمق سياسي، أكو عمق أمني، أكو علاقات تربط الاتحاد، أكو جغرافيا سياسية، كل هذه أمور، وبالتالي هذه كلها ترتبط بمستقبل الإقليم الذي إحنا نحرص عليه مثل ما يحرص عليه كل الإخوان وكل المكونات الكردية داخل يعني في إقليم كردستان. ولهذا يعني المضي كما أنا في رأيي، المضي بدون تفاهم سياسي، وما راح ماكو تفاهم، ما ظل وقت للتفاهم على مود لا يفعلون الجماعات. نتمنى ندعي لكم ليل ونهار بكل تفاهمون، ثم كاكاسو، ثم يعني مو بس بغداد عندما تتشكل البرلمان، رئاسة البرلمان راح تشكل رئيس الجمهورية،
بالأغلبية، راح تصير حكومة بالأغلبية. هاي الحكومة تتعامل مع رئيس الإقليم، مع رئيس وزراء الإقليم، حتى إن قاطعتوا أربيل وأخذتوا الإدارة وحدكم ويا من تعامل، الرواتب توصل لإدارة الإقليم، رئاسة الإقليم ورئاسة وزراء الإقليم، كل التعامل الرسمي وفق الدستور مع الإقليم. تنعزلون، ترجعون إلى ما قبل 2003، شون شنتوا إدارتين بس كانوا على الأقل إدارتين متفاهمة. بس كيكتي إذا أخذتوا هذا الخيار خسارتكم كبيرة. إحنا حاسبين حساب الفوز أبو قسوة ترى. وبعد كل إحنا كل احتمالات نناقشها. المسألة وأنا وياك ما يخالف، بس ترى المسألة مو بهاي السهولة يعني. وحتى يعني متأكد حتى الأخوة في الحزب الديمقراطي هم يعرفون هاي الموضوع، هذا الموضوع. الثقل النيابي، ومثل ما قلت لك العلاقاتي والسياسي للاتحاد الوطني، إلى ثقلة على الساحة وإلى علاقات داخليا وخارجيا، يعني تهميش دورة لن يكون في صالح أحد في رأيي وفي تقديري. وهذا مو بس ينطبق ترى بس على الاتحاد الوطني، ينطبق جيد على كل المكونات الأخرى. جيد. ولهذا إحنا بالأخير كلنا نصب ويعني يعني أملنا ونصب في التفاهم السياسي مو يعني للآخرين وإلنا. ونحن ماضين باتجاه المرشح الوحيد للاتحاد الوطني، وإن شاء الله بالتوفيق من الله عز وجل إن شاء الله. دكتور عقيل، السيد مقتدى الصدر وتهميشه للإطار، والسيد مسعود برزاني وتهميشه وإقصاءه لليكتي، وذول اثنينهم أصدقاء إيران، اثنينهم حلفاء إيران، ما حسبوا الجماعة هاي تداعيات؟ رغم أنه مسيرتهم، طريقة بناء تحالفهم، الخطوات اللي إجوا بيها وصاروا أغلبية هي خطوات دستورية، بس مع ذلك ما منطين شوية هامش للواقعية السياسية والظروف المحيطة بالبلد. لا، بخصوص يعني أنا استخدام كلمة التهميش أعتقد دقيقة في سياق العلاقة بين الديمقراطي والاتحاد، بين البارتي واليكتي، وسأعود لها. أما استخدامها في علاقة التيار مع الإطار، لا، ليس فيها تهميش، خسروا الانتخابات. أول مرة أشوفك تكيل بمكيالين، أنا أدري الدكتور برهم صديقك أرجع للموضوع. أولا يعني لأنه أعتقد المقارنة هنا ليست منصفة. بخصوص يعني بخصوص الإطار خسر الانتخابات، وهناك مطالبة شعبية بحكومة الأغلبية من ساسة الإطار على مدى السنوات، الشيخ قيس القزعلي، سيد نور المالكي، كلهم كانوا يتحدثون أنه حكومة الأغلبية السياسية هي شيء صحيح، التوافق والمحاصصة خيانة إلى آخره إلى آخره، هذا خطابهم على مدى سنوات. حتى السيد هادي العامري عندما خسروا الانتخابات رجعوا إلى التوافق. نتيجة الانتخابات هي التي داعم للأغلبية وتطمح للأغلبية. دكتور عقيل، أغلبية تجيب لك حكومة أغلبية ترضى بيها، بس أغلبية تنتخب لك كاك هوشار، لا، خلي يروحون كاك برهم. لنعد للموضوع الآخر، لماذا تهميش؟ لأنه هناك اتفاق تاريخي بين الطرفين أنه كل حزب يختار مرشحه، بمعنى اليكتي لم يفرض على البارتي من يكون رئيس الإقليم ولم يحاجج بهذا الصدد. يعني عندما استقال السيد مسعود برزاني وأصبح السيد نجيرفان برزاني رئيس الإقليم، يعني لم يكن من حق اليكتي أن يعترض ويقول لا، جيءوا بواحد آخر ينبغي أن نقبل بهذا، ذهبوا مع خيار البارتي. الآن نفس العملية يعني تنطبق، هذا امتياز، سواء كان الامتياز صحيح أو خاطئ، لكن سنة الأمور هكذا، هذا امتياز لليكتي أن يختار من يريد ويقدم إلى بغداد. عشت هواي بسليمانية، ودرست بجامعتها الأمريكية دكتور،
ما تقييمك لو نفذ كاك بافل تهديده بالانسحاب من العمليه السياسيه في بغداد وفي كردستان؟ شلون تشوف الوضع؟ انا اعتقد الطرفين سيتضرران، ولا اعتقد سيكون هناك انسحاب في آخر المطاف. إن انسحبت السليمانية يعني من فكرة الإقليم وتعاملت عمليا مع بغداد، هذه تحسب على البارتي وليست على اليكتي، لأن البارتي هو مهمته أن يحتفظ بكردستان العراق موحدة، أن يحتفظ بالإقليم، أن يديره، ثم هو يفقد جزء مهم من الإقليم بسبب خلاف على منصب رئاسة الجمهورية. أعتقد حينها لن تحسب ضد اليكتي، وإنما تحسب ضد البارتي. تصوري أنه هذا يتفق تماما. خلينا نرجع للسوجو. هذا يتفق تماما مع صحفي كبير، زميل صحفي كاكريبوار كريم، بارحة أقرأ له. كاكريبوار كريم صحفي محسوب عليكم. منو؟ كاكريبوار كريم صحفي كردي كبير ومحسوب عليكم، يقول بالحالتين البارتي خسران. اللي فاز بالرئاسة هو خسران باعتباره راح يخسر ما أشار له دكتور عقيل، واللي خسر هو خسر الرئاسة. يعني بالحالتين البارتي اللي خسران. أولا احنا ما نأخذ تصريح صحفي قياسا على الواقع الموجود. ثانيا يعني أستاذ دكتور عقيل لربما هو، أنا في تصوري على الكلام اللي يقول كأنه هو منتمي للاتحاد الوطني، يعني كلامه كله لجانب معين مع احترامي لرأيه. ثانيا هو عندما يقول السيد الرئيس عندما استقال أنت صار رئيس الإقليم يعني رشح السيد نيتشيرفان، ما هكذا كان. السيد الرئيس استقال، كاك نيتشيرفان كان رئيس وزراء، صارت انتخابات، احنا فزنا بأكثر المقاعد في برلمان كردستان، شكلنا الوزارة برئاسة السيد مسرور البرزاني ورئيس الإقليم، صار تحالف. كل شيء كان يمشي بالتفاهم والاتفاق رغم الخلافات. أنا أقول لك إحنا شنو اللي خلاكم تغادرون هذا منطق التوافق؟ أبداً إحنا بالنسبة لنا نعتبر هذه الخطوة ترشيحنا لرئيس الجمهورية مو أي خلاف ولا خروجنا من هذا الإطار، وإنما هذا استحقاق انتخابي. إحنا فزنا بأكثر المقاعد، إحنا عندنا 50% من المقاعد، الاتحاد عندهم 25%. إحنا بالنسبة لنا الحق بأنه الرشح بتحالفاتنا الموجودة في داخل البرلمان. السيد الحزب الاتحاد من سنة 2004 رئيس جمهورية لسنة 2021. وهذا ما يجوز أن يكون مخصص لشخص معين أو لمكون لحزب معين، فإحنا نخوض الانتخابات. والبرلمان هو اللي جابها لنفسه. الختام يمك كاكاسو دكتور برهم، هو اللي جابها لنفسه من يعني تدخل حسب بيان المكتب السياسي للبارتي، متدخل بموضوع سرقة المقعدين من البارتي، متدخل فهو جابها لنفسه وصار عليه هذا الفيتو الكردي. لا 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 ما له علاقة. الموضوع ما يتعلق بالفيتو كاك أحمد، الموضوع له وما له علاقة بشخص دكتور برهم، الموضوع له علاقة برغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية. نقطة رأس السطر، حق أغلبية، ولهذا ما له أي علاقة. ما يخالف مو إذا خلص، إذا مثلا ماشي بالأغلبية. أنا نبقى أرجع وأقول ترى حتى إذا مشت بالأغلبية الوطنية وبالمعارضة الوطنية، أنا أتفق وياك، تبقى أكو مساحة للتفاهمات، أكو تفاهم خما. إذا المعارضة تبقى تدق برأس الحكومة والحكومة تدق برأس المعارضة والناس بالنص تصير بين المطرقة والسندان، يعني هم نحتاج إلى تفاهم. هذا ينطبق حتى على إقليم كردستان. ولهذا أنا إذا النظرية ماشية أنه خلص ماكو اتفاق سياسي لا بالإقليم ولا خارج الإقليم لا داخل المكون السياسي الكردي، منتسف يعني كنا نتمل طبعا بالتأكيد أن المصلحة الوطنية العامة تتغل وتكون هي الغالبة في اتخاذ القرار، فإذا فبها ندخل إلى ساحة البرلمان ونشوف النتائج. الطرفين لهم الحق ونشوف النتائج يا الله. كاك آسو فريدون عضو مجلس نواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لك. دكتور عقيل عباس الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك. سيد محسن السعدون عضو مجلس نواب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لك. شكرا.
شكرا لكم، ونشوفكم باكر ان شاء الله.